السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. أكيد من خلال الصور الأولى عرفتوا موضوع اليوم. موضوع اليوم سيكون إن شاء الله عن عيد الأضحى المبارك وطرق التحضير للعيد. تابعوا معي الفيديو. قبل العيد بفترة نقوم بأخذ ورقة وقلم ونكتب المقتنيات التي سنحتاجها في العيد كي لا ننسى شيئا إلى آخر لحظة. كما نعلم أن أغلب المحلات تغلق أبوابها في العيد، وأيضا الأسعار ترتفع مع اقتراب العيد، لذلك أنصحكم بكتابة جميع الأشياء التي ستحتاجونها، وذلك أيضا يدخل في تدبير المصروف. أنصحكم بالقيام بهذه العملية، فهي ضرورية جدا لتدبير المصروف ولتحديد المكونات التي نحتاجها في العيد. الآن وصلنا إلى تنظيف البيت. تنظيف البيت ضروري، وذلك لأنه سيأتينا ظروف أكيد عند العيد، فلذلك يجب تنظيف البيت. أولا نقوم بتنظيف الغرف ونترك المطبخ بالأخير، لأنه مطبخ يحتاج إلى تنظيف أكبر وإلى ترتيب للأواني الموجودة. نقوم بتنظيف مثلا غرفة كل يوم، وذلك لتفادي اكتداد الأشغال علينا. سأعطيكم فكرة بالنسبة لتنظيف السجادة. سنأخذ القليل من الماء، نضع فيه مسحوق الغسيل ونقوم بخلط جيد حتى نحصل على رغوة. نأخذ قطعة من القماش ونأخذ الرغوة التي بالفوق، الرغوة فقط وليس الماء. نقوم بمسح السجادة جيدا، وذلك يزيل الأوساخ العالقة بها، وهكذا نكون قد نظفنا السجادة بطريقة سهلة وغير متعبة. أتمنى أن تعجبكم هذه الفكرة. والآن وصلنا إلى تدبير المصروف. تدبير المصروف ضروري خصوصا في هذا العيد، لأنه يتزامن مع الدخول المدرسي ومع العطلة الصيفية، لذلك يجب أن يكون تدبير جيد للمصروف. بالنسبة لتدبير المصروف سأعطيكم بعض النصائح المفيدة، وهذا الموضوع أيضا مفيد بالنسبة للأزواج الجدد لأنهم ليس لهم دراية كبيرة بالمقتنيات والأشياء التي سيحتاجونها في هذا العيد. بالنسبة للنصيحة الأولى، أنصحكم بشراء الأشياء قدر المستطاع، الأشياء التي سنحتاجها فقط. لا داعي لشراء أشياء كثيرة التي لا نستفيد منها بعد، مثلا بالنسبة للبرقوق أو بالنسبة للزبيب أو العنب المجفف، يجب شراء فقط كمية قليلة لأنه لا يستعمل كثيرا، وغالبا ما يبقى بدون للضياع دون استعمال. بالنسبة للبصل يفضل الشراء من الآن لأنه لا يفسد ويدوم لمدة أطول. يجب وضعه في سلة بلاستيكية ووضعه في مكان به تهوية. هنا عندي بصل أبيض وبصل أحمر. بالنسبة للبصل الأبيض يستعمل في الطبخ، والبصل الأحمر أو البصل لونه أحمر يستعمل من أجل الأكل وهو نيء، أو من أجل السلطات. فأنصحكم بشراء البصل منذ الآن لأن جميع المواد تعرف ارتفاع في الأسعار مع اقتراب العيد. أيضا بالنسبة للفحم يمكنكم شراءه والاحتفاظ به في كيس بلاستيكي ووضعه بمكان ليس به مياه أو لا تصله أي رطوبة. بالنسبة للبرقوق كما تلاحظون عندي هنا برقوق لازال طري ليس مجفف، قمت بشرائه طريا وسأقوم بتجفيفه، وهذا داخل في تدبير المصروف لأن البرقوق الطري ثمنه رخيص بالمقارنة مع البرقوق اليابس، تقريبا الفرق لثلاثة مرات الفرق بينهم، هذا بستة دراهم ما يعادل تقريبا نصف دولار. سأقوم بتيبيسه وسأريكم طريقة تيبيس، وهذا داخل في تدبير المصروف.
الآن سأتحدث عن التوابل. بالنسبة للتوابل من أفضل شراء التوابل وهي لذلة حبوب وعدم طحنها إلى غاية اقتراب العيد، ثم طحنها للحصول على تلك الرائحة الرائعة والجميلة للتوابل. كما تلاحظون هنا عندي كمون، لذلة حبوب، والقزبر. القزبر اليابس فهو مفيد جدا، نستعمله في تيبيس اللحم مقدد او اليابس، وضروري بالنسبة ايضا للكباب وجميع الوصفات المغربية التقليدية، فيجب اخذ حبوب وطحنه. ساريكم طريقة تحميره وطحنه. عندي هنا المروزية المغربية. المروزية هي مجموعة من التوابل، كل يستعمل التوابل التي يفضلها، ولكن التوابل الأساسية ما يسمى بالبسيبسة أو البسبسة كما يقال باللغة العربية. هذه حبة الغار وهي شكلها صغير جدا، وعندي هنا حبة الهيل. أنا أفضل استعمال فقط ثلاث مكونات في المروزية، تعطي مذاق رائع وجيد، أفضل من استعمال مجموعة من المكونات. هناك من يضيف أيضا القرفة لهذه المكونات. دونك المروزية المغربية فيها ثلاث مكونات، البسيبسة أو البسبسة باللغة العربية، حبة الغار وهي شكلها صغير وليست حبة الغار الكبيرة، وعندنا هنا حبة الهيل. هذه ربما لديها اسم آخر أنا لا أعرفه. كافي لوضع هذه التوابل في الشمس لكي تسخن ونقوم بطحنها. نأخذ مقلاة نضعها فوق النار إلى غاية أن تسخن جيدا، ثم نقوم بوضع التوابل أو الحبوب التي نريد طحنها هنا حتى تكسب نوع من السخونة، ثم نقوم بطحنها بكل سهولة. ما أننا نستهلك الشاي بكثرة في العيد، فلذلك من الضروري شراء بعض المنسمات للشاي مثل البابونج، الأزير والزعتر، فهذه الأعشاب هي منسمة للشاي وأيضا تساعد على الهضم. من الضروري طبعا شراء هذه الأكياس البلاستيكية التي نحتاجها في العيد. أنصحكم بعدم شراء هذه الأكياس البلاستيكية التي يكون لونها شفاف وتكون خفيفة، فهي تتمزق بسرعة وغير مناسبة لوضع فيها اللحم. أنصحكم بشراء الأكياس البلاستيكية التي يكون لونها أبيض على هذا الشكل وتكون متماسكة جدا. يجب وضع ملصقات على الأكياس البلاستيكية عند وضع اللحم فيها لنعرف أي لحم وضعنا، هل هو فخذ أو أي جزء من الخروف الذي وضعنا في الكيس. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ باللحم، اللحم يحتفظ به في المجمد لمدة 6 إلى 8 أشهر على الأكثر، ويمكن احتفاظ به في المبرد أو في المنطقة السفلى للثلاجة لمدة أسبوع على الأكثر. ولا تنسوا أيضا من شراء هذه العلب البلاستيكية الكبيرة لوضع الأزبال، فهي نحتاجها كثيرا في العيد. من الضروري جدا اقتناء كميات وفيرة من الخضر والفواكه، فهي ضرورية جدا من أجل تقديمها مع أطباق اللحم ويكون أكل متوازن. ضروري جدا من تقديم الخضروات والفواكه. شكرا على تتبعكم وعلى وفائكم. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأتمنى أن أكون قدمت مجموعة من النصائح المفيدة. لا تنسوا تشجيعي بالمشاركة في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. بالنسبة لهذا الفيديو ستجدونه أيضا في قناتي الجديدة أحلى الأذواق، هذه القناة التي لن تكون منحصرة فقط على الطبخ، وإنما ستشمل جميع مواضيع الحياة من طبخ وجمال وموضة وأي جديد يخصكم. أتمنى أن تعجبكم كل وصفاتي. شكرا على تتبعكم وعلى وفائكم. عيدكم مبارك وإلى اللقاء.